السلام عليكم، مرحبا فيكم في المفروض يكون الحلقة الأخيرة من تختيم لعبة The Last Guardian آخر الحماة. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نكمل اللعبة. وصلنا إلى هالمكان في نهاية الحلقة اللي راحت. توني ألاحظ أن هذا البرج يبين لي أني أقدر أفتحه أو أرفعه. هذا هو اللي ما لاحظته في الحلقة اللي راحت. كده نقدر نعبر. إيه داكو في جسر، نحتاج إن نفتح الجسر. هل وصلت لنهاية المكان؟ أيوة أقدر أركب. فكرتني ما أقدر، بس أقدر. لازم أشيك على الصوت دائما لأن المقطع اللي اخترب فيه صوت المايك وكان سيء ما لاحظتنا، فلازم نركز. هذه الحلقة الأخيرة، نشوف النهاية الصادمة في اللعبة. اوكي حصلنا. كده الجسر انفتح. انفتح كامل؟ لا والله بس من جهة واحدة. اوه انفتح انفتح. نص فانفتح. يمدي تركو انه ينط. يلا تركو. ليش كده؟ المفروض ضربني براسه وطيحني. لازم نرجع من جديد. الله يلعن خشمك يا تركو. اوكي يا تركو كده يلا نقدر نروح. يلا ممتاز. اوكي وصلنا. هذا هو البرج. بس الحين كيف نقدر نروح له؟ هل يمكن الطيران هناك يا تركو؟ تقدر؟ لاني ما اشوف اي حل ثاني. بشوف منه، مع انه احسه يقدر يطير. اشوف انا هل يمديني اروح من هنا. يمديني. ليش يمديني؟ اكيد في حاجة. بينفتح هذا وبيمدي يركض اتوقع، يعني هذا الاغلب اللي بيصير. اوكي زي ما قلت بيصير بالضبط، نفتحه ويرجع تركو يقدر يركض. انت قوي يا تركو، تقدها وقدود. ينفتح بعد بيتصل البرج ببعضه. اوكي كده يمدي يركض، يصير عنده مومنتم على قولتهم، يقدر ينط. ايوه ايوه رجع رجع. يلا 1 2 3. اوكي اتوقع رجعت كفايه تركو، رجعت كفايه يمديك. بيرجع لنهايه المكان. يلا يلا 1 2 3 ليتس جو. 1 2 3. ايوه اوبا. اصدم بس لا تصدم، قلت انا بيصدم ما يعرف يطير عدل. اوف اوف اوف. جنود كم عشرة في؟ لا 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 تركو ساعدني ساعدني تركو دنبه. يا حيوانات اراويكم. اعطيهم 1 2 3. لا لا انا بيعطوني 1 2 3. ايوه اعطي هذا بعد وحده. كفو باقي واحد فوق اسمعه.
باقي و... ووف ووف بعد اوه ده اوه اوكي يا كلب انت وهو كركو بسرعة ايوه واحد في راحت جاي جنبي خلينا نقضي على دولة اول شيء تركوا من وين يطلعوا دولة؟ اوف روح لا 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 ما بيخلصوا اليوم ليش ما اقدر اتحرك انا اتركني في حالي اتركني في حالي انت هذا يا تركو تركو ساعدني هل في لحين احد يرمي علي رماح في واحد داخل دقيقة بس دقيقة الحين اشير لك على الحيوان اللي فوق يا حيوان انت كفو خلصنا كده اوكي خلصنا اخيرا هذا اللي كنت احتاج اسويه اوكي في لك اكل يا تركو اكلته اوكي اكله تعال بس خلينا ندور نروح مكان اوف ايش في متحمس حبيبي انا شفت الشيء المره اللي راحت اللي جيت فيها هذا البرج قبل لا يهجم علينا ونطيح انا وتركو واخيرا بعد ما فحصت خارج البرج جت الطريقه للدخول هذا هذا الطريق بالدار ديك المره ما كان عندي الدار كان حامل يبدو كانه صنع لايواء المراه هاي يعتبر مراه هذه ها دقيقة بأشرها اوه اخيرا مندخل يلا تركو مكان كله ابيض بابيض البرج غريب شكله تعال يا تركو شعارات اللي كأنها نفس اللي على جسمي أنا اللي طلعت بعد ما خطفني تركو أوكي هذا كل اللي موجود في هالبرج في غرفة فيها حفر هذا المكان بارد يطلع منه دخان في شيء تحت قبل أوب لا أطيح ادخل يا تركو إيش بيصير اوه هذا الليفت ليش نزل؟ نزل مرة ثانية لازم اضغط علي اوه
اوكي في شو اسمه منعنا سخ من متابعة تقدمنا. اوكي صراحة شفت الحل، والحل يعني ما ادري كيف الواحد يفكر فيه. الحل انك تستخدم ديل تيروكو، تسحبه وتجي هنا. دقيقة بس، الحبيب انت كيف متسلقنا وهو على الارض؟ سلامات. سكة مرة ثانية، في هناك سر بس لازم بديل تركو. يعني صراحة ما بعرف هالشي، كنت بانزل تحت بس كيف ما ادري. شوف كده. اوكي الحين نروح وننزل. هذا اللي كان متغبي صراحة، انا بحثته في اليوتيوب ما عرفت كيف احل الشي. في جنود. اوكي في راس، هذا الراس من مجرد نقربه للجسم يتحرك، يخلي الجني يتحرك. اوكي ما ادري، في بعضهم طبيعيين. في دائرة، شوف الدائرة. أنا حرك 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 حرك. هل انفتح لو بعده؟ هل بعد ما يفتح؟ رجع تحت مرة ثانية، نرجع نجرب مرة ثانية. أوه في أكثر من واحد. أوكي انطفى، لازم نسويهم كلهم. أوكي أنا ما انتبهت فكرت فيه بس واحد. هذول وراهم. ها اثنين ورا هذول، تعال وراي. لجري من قدامي الان. طلع ذكي. اوف اوف. الحقوني، تعالوا منا. اركض 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 يا ولد. اوه بعضهم في وراهم. اوكي في بعضهم وراهم بعد. هذا فاضي، هذا في، هذا وراه. شوف لازم ناخذ راس عشان الله يغرب لكم. اوكي لازم نسوي كذا، يعني في اكثر من واحد. يصير وراي يمكن اربعة. انا بعد فيه، هنشوف. هذا بعد. اوه ماي، اوه ماي جود. ماي كم واحد الحين؟ أنا بعد في وراه. أنا بدور إلى في بعد واحد. هذا بعد في واحد.
باقي لي اثنين يبين لي. روح والله ما تمسكني. هذا واحد. اوكي. لا الباب جنبه. نو نو نو. ايوه داهو 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 داهو. استوى 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 الباب. فتحته فتحت السقف. كاتسين لو سمحتوا. الكاتسين الكاتسين ما اشوف كله من الكاتسين اللي ما تقدر تسوي له سكيب. والله مع السلامه. اوب روح روح بسرعه 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 بسرعه. اخيرا فتحنا. يلا الحين بدينا نروح نطيح. اخيرا انا ما كنت ذكي بعد، ما فكرت بديل توري كوني اقدر اسحبه وانزله. اني انا كنت قلت انه ما في مكان تروح الا تحت في هالحفر، مهم مفتوحين من عبث. ايوه الان وصلنا ده المكان، كانه بيصير جحيم. اوه لا وخر عني. لا لا بياخذني على طول. خلينا نركز على اللي فوق اللي ضربوه وتركوا الرماح. هذا الحيوان اللي فوق ضربه يا تركو. ممتاز هذا اللي ابغاه. انت ركز على اللي تحت وانا بركز على اللي فوق. ضربه يا تركو ضربه. كفو ما نخليكم. ما في ما تستخدم هالدرع. ليش يصيروا كذا؟ يصيروا يتشي يصيروا اسرع. لا 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 تحت داخل الباب داخل المكان. حيوان اللي فوق الباب. كانت حكومي بصراحة قتلوا كاملة درجة كانت تدمير أعدائي وقت ما أشاء. خلاص أوكي أوكي ما خلصنا بعد ما نخلص. فكرت انا خلصنا. دقيقة يا حبيبي انا اعلمكم بعد امر هذا. لا هجوم يا تركو. كفو في فوق بعد فيه فيه يا جبناء. بقي واحد. اوف ما ماتوا. لا لا
هذا بعد حي، حتى هذا بعد حي. كيف ما مسكني ما أدري. بقي هذا معه الحين. بقي هذا بس وهذا. ما مات بعد ما يموت. حتى هذا بعد ما يموت. أشوفه. أيوة. أوكي كده خلصنا. أوكي. أنا شفتها هذه من البداية بس نسيتها. دقيقة تركوا. أنا ما أبغى يطلق أصلاً. أنا باي أشر بالدائرة عليها. أو يمكن من النص يحتاج. ما أقدر أشر عليها. أوكي. أوف. يلا أيوة. يلا. يلا أبغى ليه نطيع تركو. أوه دقيقة دقيقة فيها شيء هنا. هذا كرسي أو عرش. أوكي. أو هذا يعتبر ليفت. أوه يروح بسرعة الآن. رايح بسرعة. والمكان ضخم. ما دخلناه ما في شيء. ايش وش في هنا؟ موجود تركو؟ وصلنا. هل هذه قمة البرج؟ أو في براميل. مستحيل إن هذا المكان اللي ربوا فيه تركو وأخوه. بسمي هذاك أخوه. كأن مكانهم. كمل يلا كمل. محتاج توقف. هل هذا بودينا لغرفة التحكم؟ يلا ما بقى شيء أشوف. لي والله بس كيف بنعبر المروحة؟ شكلها بتصير مصيبة. يلا يلا. دقيقة خلنا بجرب حاجة. خلنا بجرب أشر عليها هذا. دمرها يا سلام. هذا مشكلة. كيف نركب؟ ليكون يبغوني أنا. في فتحة هنا. دقيقة يا تركو وينك؟ ويني أنا؟ أتاك النار كاستين. وكل ما وجدناه هو ثقب صغير يمكنني أنا فقط العبور من خلاله. بصعوبة. إيه والله بصعوبة. شوف كيف صغير. جاني أنا ضيق تنفس من عبورة في هالمكان الضيق. الضائق. الضيق جدا. اوف. ها هذا الان اعرف.
أن هذا كان سيد الوادي. وإيش هذا؟ كرة تتحرك، كرة طاقة. ما في شيء هنا، لازم أدخل داخلها. ما في شيء. أوه. على طول دفعني برا. شوف. هي لو بأشر علي المرأة. آها. قاعد يصير شيء الحين. قاعد الكرة السوداء صغرت راحت. هل قاعد يطلق عليه هذا؟ مو قادر يسوي شيء. ايش يبغوني اسوي بالضبط؟ يبغوني اركب ادخل داخل. دقيقة عرفت يبغوني اسوي. يبغوني ادخل داخل، يمكن في فراغات. هل مت؟ يبغوني اشير عليه قبل لا يكبر. طلعت شوي فيني ذكاء، جربت فنقلص الدائرة اللي ما يمدينا نتسلق. ممتاز كده. تالي مفروض نقدر نوقف المروحة. انا بالضبط فوق المروحة. يبغوني اتسلق كامل اتوقع. خل ما اجرب. لا ما يبغوني اتسلق كامل. يبغوني اوقف المروحة بطريقة. شفت عليها حاجة انا. اوكي. كده نوقفها مفروض. وقفي. وقفي. كيروكو يلا تعال. يلا. يلا اني بشغلها ترى. اوكي مرة ثانية. شفت انا ويش احتاج اسوي. ما اعرف وش اسوي صراحة. يبغوني انا اتسلق المكان. يمديني اتسلق. كيف اعرف اني يمديني اتسلق؟ لا يمديني اتسلق هنا. انا نادي تركو. انادي طالع تركو حاقرني. طلع يبغوني انا اللي اتسلق. وصلنا. اوكي هذا على مكان في الوادي. ها الان اوكي محتاج الشيء الكبير هنا الواضح. نحتاج نروح له. فيركو يلا تعال. هذا حاطين برج ترانسميشن كانه يذكرني بليتل نايت ميرز. اوف
بصير شيء؟ اوكي ما صار شيء. ليش في اخشاب كثير هنا؟ خلينا نروح نشوف الجهه اللي بعدها. فيروكو قاعد ناظر هذا غروب شروق. اوكي وقف. يعني ليش اول ما ركبت صار هالشيء؟ اوكي هذا انتبه انتبه يا ولد. اوف احنا اي والله كل هذا مرينا فيه ورحنا وجينا عشان نوصل لهالمكان. وين الترجمه؟ كوكو كيف اعرف؟ منظر مره جميل. ايش هذا؟ اوف ما فكرت ما دريت اني اقدر اركب. ليش مو قادر اركب؟ في فتحة، الفتحة مريبة. كانهم ما يبغون اجي اكون هنا. ليش مو راضي ينزل؟ يا ولد انزل. اوكي فيها اكل حق توريكو. اوف ايش صار؟ صار لي ساعة احاول. كاتسين اشتغلت منه. اوف الوادي سوى بيصلع موجات. توريكو دمره، توريكو دمره. هل بيجي توريكو الثاني؟ ايش صار؟ كل البوابات تسكرت. طيور طارت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. في سبعة غير الثاني ذاك اللي قاتلنا. وين كانوا دولة؟ يا ويلي تيروكو ما بيطلع حي من من هالمكان ولا أنا بعد. هذا مكان اكلهم، هذا يعطيهم اكل. هذا داه وهذا المفروض ليش يسووه. انا كنت مفروض ان تيروكو يجيبني هنا. هذول يسموهم مختارين. طلع لهم اكل. اوف الدر حق طاح هذه المرايه. في كثير منهم. كم واحد فيه بالضبط؟ واحد اثنين ثلاثة. في سبعة وثمانية هنا. تركوا حبيبي ما قدرت على واحد، مستحيل نقدر عليهم كلهم. انسحاب انسحاب انسحاب. تركوا بموت. المراية وين المراية؟ وين راحت المراية؟ في مراية. وين راحت المراية؟ اوف ذاك المراية ذاك ذاك ذاك
بسرعة بسرعة. لقيت واحد، اركب على واحد، اركب على واحد. شكرا. ها؟ أنا طحت مرة بعيد. هذا ناوي يطيحني. ما اقدر اسوي شيء، انا ما اقدر اتحرك الحين. يبغوني ارجع ها؟ اوكي القناع 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 القناع، يبغوني افك القناع. مشكلة ما انا قادر اتحرك. كأني يبغوني افك القناع. او بيركبني فوق هو. لا والله يبغوني افك القناع. كيف انا الحين ارجع؟ اوكي رجع رجع رجع. المراية المراية بسرعة يا ولد. يا حيوانات تركوا تركوا. كيف ما مات الولد؟ اوف لا تقول لي بتطلع ديله. ليك بقى هذا اللي نحتاج ان احنا ندمره، مو الباقي. وايش يسوي بالدرع انا؟ هل يبغوني انزل مره ثانيه؟ هذا اللي احتاجه شكلي. يا حيوانات استفدت شي انا من ده؟ ايش هذا اللي قاعد يطلق؟ ديل تركو مقطوع لكن ديله. يبغانا اسوي شي بس ما ادري ايش اسوي انا عشان انقذه. ممكن اشغل المروحة؟ دقيقة خلينا اجرب. ما اقدر اشغلها. لا اقدر. ما اقدر. شوف كيف هذا قاعد ينتظرني. يغلى صدقة بدين بقوتي عندما تم قطعه. اها دقيقة. يبغوني أشر من داخل هنا. اوكي يبغوني حركة. وين هو الديل؟ يبغوني نزله تحت. لا كيف لكن
كيف اوديه انا؟ طاح الحين، ايش استفدت يوم طاح؟ طاح طاح الغرفة. كيف داخل؟ زي ما توقعت. اوكي، نوجهها على الكورة. خلينا نجرب. ايوه ايوه ايوه. One more. الحين عندك وياه. اوه وش يصير الحين؟ انفجر. اوف انا بموت شكلي. تركوا ايش صار فيه؟ روحوا لتركوا شوفوا ايش صار فيه بسرعة. خلاص ما هم تحت سيطرة الكرة. ليش كلهم طاحوا؟ اوكي يوم الكره شو اسمه حتى تركو مفروض يموت الان. انا ما متوقع. اوه تركو الحين موجود. لا تقول ان الولد ما اوه تركو طاح بقوه بعد شكله مو قادر. لا تقول لي ان الولد مات. لا تقول لي ان الولد مات بعد كل هذا. الولد مات. البرج بيطيح بيتدمر. هذا القبر شفناه بداية اللعبة. كيف تقدر تتحرك يا تركو؟ اوف عيونه راحت. اوف مو قادر يطير. لا والله قدر يطير. وهذا اللي قتلناه اول واحد قتلناه. هذا اللي هجم علينا اول واحد. اوف سويتها يا تركو.
انا خايف ان الولد مات. بلعته. تودي القرية وهذه النهاية. لا تقول لي بتنهي يا ابن الحمان، ندري الولد مات لما مات. مرة الصورة جميلة هناك، بس لا تقول لي كيف كده. أنا متوقع إنه مات. هتقول لي هذه نهاية اللعبة. أوكي أوكي بيرامونا. أوف لا تجموا علي بليز. رجعه، بس احنا ما ادري الحين هو حي ولا مو حي. ما مات تركو، بحى بنفسه. اتوقع تركو يعيش. لا تقولي بتقتلوه. او تعي ودافع عنه. ما يسمع. لم يكن هناك شيء آخر بوسي أن أفعله. أنا أبعد الوحش على مضض نطقت الكلمات. حاول انطق انا. لا بيقتلوه. اهم شيء تركوا الولد ما ماتوا، وهذه نهاية سعيدة بالنسبة لي. اهم شيء أشك في أن يعيش لفترة طويلة. ما أتوقع أنا بعد أعيش. حتى الولد.
غوتشي وهكذا انتهى الامر. قصتنا الاستثنائية. أنا صراحة كنت متخوف أن أحد منهم بيموت، بس صارت معجزة وطلعنا وتركونا قدني وما متنا. صراحة صفقة للعبة. تيم إيكو دهو created by فيمتو ويدا، هذا الجينيوس الجن ديزاين، هذا استوديو حقهم. من بعد ما لعبت Shadow of the Colossus وأنا صراحة مغرم بألعابهم، ألعابهم قليلة بس مؤثرة وجميلة. أعطي اللعبة تقييم 9/10. التحكم والثلاثين فريم هو اللي خلاها ما توصل لعشرة، بس كل شيء في اللعبة جميل، كل شيء في اللعبة عجبني. موسيقى هادئة، البيئة، القصة، القصة خصوصا معروفين بقصصهم. وبكده وصلنا لنهاية تختيم لعبة The Last Guardian، وأتمنى أن تختيم السلسلة عجبكم، وإذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا في القناة عشان تشوفوا مقاطع زيادة وتشوفوا إيش بنشر وبلعب في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. إن شاء الله بأشوفكم قريب. هذا هو المرايا اللي كانت عندي. ها هذا الولد، اوه هذا اولاد القرية شافوه. هذا الكاتسين اللي في بداية اللعبة، لا تقول لي هذا انا بعد ما كبرت. والله شكله هذا انا. مستحيل نتركه عايش ونشوفه. والله شكله تركوا الحين عايش. هذا بيروح لمكان بداية اللعبة. توريكو لهنا عايش نفس مكانه، نفس موادين اللعبة بعد كل هالسنين.
النهايه.